السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء دافئة ورياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة سرعة تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 50 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق، لذا نوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية، وأيضا مرتادي البحر تأجيل أي نشاط بحري خلال 24 ساعة القادمة بسبب ارتفاع الأمواج إلى 6 أقدام. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت. أجواء غامة جزئيا ورياح جنوبية شرقية سرعتها 10 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 24 درجة مئوية، رطوبة نسبية 47%، بالنسبة للرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. صورة الأقمار الصناعية توضح عبور لبعض السحب المتفرقة، وأيضا لا تزال البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي مأثر علينا مسبب فرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، مستمر معنا حتى الـ 24 ساعة القادمة. ليلة طقس مائل للبرودة والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدل السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة متوقعة في منتصف هذه الليلة قد تصل إلى 21 درجة مئوية خاصة على المناطق الساحلية. بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالم الشقاية قد تصل إلى 19 درجة مئوية، وأيضا استمرار لفرص الأمطار قد تكون رعدية أحيانا. في مساء الغد طقس دافئ وتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة تنشط على فترات قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق، لذا نوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد مدينة الكويت 22 درجة مئوية، بالنسبة لجزرنا الشمالية وأربا بوبيان وفيلتشم متفاوتة ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة إن شاء الله حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا وارتفاع الموج من 3 إلى 6 أقدام. المواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 5:04، موعد شروق الشمس في الساعة 6:23، بالنسبة لغروب الشمس في الساعة 5:41. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله ابتداء من يوم الغد فرصة لأمطار متفرقة مستمرة معانا حتى صباح يوم الخميس، مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدل السرعة تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وفرصة للغبار على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى 17 درجة مئوية، وأيضا استمرار للرياح الشمالية الغربية يومي الجمعة والسبت، ولكن راح يخف الهواء تدريجيا وقد تصل سرعتها إلى 28 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة والسبت متفاوتة ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية. أجواء دافئة خلال فترة النهار ولكن مائلة للبرودة ليلا، ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة متفاوتة ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية. يومي الأحد والاثنين تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية ودخول المنخفض الجوي مرة أخرى، وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا بشدتها ما بين الخفيفة إلى متوسطة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة متفاوتة ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية للعظمى، بالنسبة للصغرى ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عاصم العالم.